احنا نقلنا من السوق القديم تقريبا من 8 سنوات، ووعدونا ان يرجعونا باسعار معقوله واسعار في متناول اليد. يعني كما سمعنا ان المبالغ 33,000 صعبه على مزاوله هذه المهنه. من نقلنا من السوق الاوليه الى السوق هذه 8 سنوات، محلات حاره ولا فيها امكانيات، وبعدين تلفيات عندنا واجد. من هو المسؤول؟ هل احنا نبغى نخسر؟ احنا بعد ما نبيع، بس اذا الاجواء حاره 8 شهور أو 7 شهور هذه وش يعني؟ في محلات حاره ما فيها ادنى خدمات، خدمات ما فيها. ونامل ان سعر الاجار يكون مناسب بحيث احنا نقدر نبيع سلعتنا ولا تكون غاليه على من يجي من الزبائن. ونامل ان شاء الله سرعه انجاز المشروع. بصراحه احنا نتمنى انه يكون هذا السوق في مكان مغلق ومكيف ومهيئ يعني للزبائن، وهذا بالتالي يحافظ على جوده البضاعه من الاجواء زي ما تشوفوا في الحر يعني، فاكيد يعني تتعرض للحراره يؤدي الى يعني تلفها. ايضا نتمنى انها تكون الايجارات يعني مناسبه للتجار، وبالتالي ينعكس هذا على اسعارها بالنسبه للزبائن. فيعني الزبون في النهايه يبحث عن الاسعار المناسبه، وكذلك التاجر يبحث عن الايجارات اللي تكون مناسبه بحيث ينعكس هذا الشيء على بضاعته.